رسالة صوتية مفتوحة إلى رئيس الحكومة اللبنانية سيد تمام سلام، ووزير الخارجية اللبناني سيد جبران باسيل، ومدير عام الأمن العام سيد عباس إبراهيم. اليوم السبت 2 نيسان 2016، يوم 21 على إبراده عن الطعام، ويوم 197 على اختطافه من قبل الحلف الثوري الإيراني خلال تلبية دعوة رسمية من قبل نائبة الرئيس الإيراني لإلقاء محاضرة خلال مؤتمرها حول المرأة في طهران، وقد أرسلت لي الدعوة والفيزا. ولغاية تاريخه منذ اختطافي في 18 أيلول 2015، لم أتمكن من مقابلة أي محامي أو سفارة لبنان. إنني مخطوف بغية مبادلتي بمحتجزين من بلاد أخرى. إنني أكيد أنه لا يوجد أي جهاز أو جهة في لبنان تتجرأ على اختطاف إيرانيين للمبادلة. أرجو وأطلب من حضراتكم تحمل مسؤولياتكم والعمل على إنهاء هذه الحالة من الاختطاف التي شبيهة إلى حد كبير لما حصل للإمام السيد موسى الصدر وما حصل للحجاج اللبنانيين في أعزاز. إنها مزيج من الحالتين، لكن تجاهلكم الكامل لمسؤولياتكم كوني لبناني وكنت ألبي دعوة رسمية يدعو للاستغراب، ولكنها تفسر لماذا لبنان يعاني ما يعانيه. ربما لو كنت منتمي إلى حزب أو تيار سياسي في لبنان لكان تم تحريري منذ زمن، كما حصل مع الحجاج في أعزاز والطيارين الأتراك. ربما تنتظرون إعدامي أو ما شابه، أو أن الخاطف يلصق بي بعض التهم. شكرا للمسؤولين الثلاثة. نزار زكم.